إلى ملف نقاش لنهاريا اليوم. إذن بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، الجزائر تتأهب لمكافحة حرائق الغابات. العمل الاستباقي ومخطط الإنذار المبكر من أساسيات تعزيز منظومة الوقاية من الحرائق. المراقبة الجوية، خرائط الحرائق، استعمال الأقمار الصناعية والطائرات، آليات جديدة للتدخل ومواجهة هذه الحرائق. لمناقشة هذه النقاط وأخرى نربط الاتصال بالسيد عبد الكريم شلغوم، رئيس نادي المخاطر الكبرى. أهلا بك سيد شلغوم. وشكرا على الاستضافة. أهلا بك، شكرا على قبولك هذا التدخل معنا على المباشر. وبالحديث عن ارتفاع درجات الحرارة وهذه النشريات الخاصة المتعاقبة بين الساعة والأخرى بأن الجزائر مقبلة على موجة حر شديدة، ومن المرجح ومن المتوقع أن تتم أو تسبب نشوب حرائق بعديد المناطق، كيف نستعد لهذه الحرائق؟ شكرا جزيلا مرة أخرى. والله الموضوع هذا هو استراتيجي، وهو متعلق بالأمن القومي للبلاد، وهو تسيير المخاطر الكبرى والحرائق هذو، وكل التغير المناخي بالنسبة لهذا البلاد هو أصبح الأولوية، وهذا مصنفة بالجياك المؤسسة اللي تجمع كل البلدان في العالم بالنسبة للتغير المناخي بالنسبة لهذا البلد هذه بالنسبة للجزائر وشمال أفريقيا خاصة. إذن ما راه الآن نقدروا نتكلموا على حالة لا بريباراسيون سي فو فولي نتاع الوقاية بالنسبة وتقليص هذا المخطر بالنسبة للحرائق المقبلة هذه اللي متعلقة بتراجع الحرارة. إذن أنا نرجع دائما للقانون، عن بالك الجزائر درنا أسسنا قانون مباشرة بعد زلزال بومرداس في 2003، وهو القانون المتعلق بالوقاية بالنسبة لعشر مخاطر كبرى، فيهم الحرائق وفيهم التصحر وفيهم الجفاف اللي موجود في هذا القانون، وفي هذا القانون كل الإمكانيات وكل الوسائل بالنسبة لتقليص هذه المخاطر الكبرى موجودة منذ 2004 في هذا القانون 024 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 اللي مصوتوا عليه الغرفتين، وهذا قانون رسمي بالنسبة للدولة والدولة والحكومة الجزائرية. مع الأسف هذا القانون كما قلت لك أصبح قانون رسمي بدون نصوص تطبيقية، مع الأسف 33 نصوص تطبيقية اللي صممناها منذ 2004 وبقات كحبر على ورق. إذن بدون في القانون هذا واش طرقنا للحرائق، وقلنا إلى يومنا هذا رانا عندنا تسمى 20 سنة وجود القانون هذا، أول شيء في تسيير المخاطر الكبرى هي الوقاية. كاين ثلاث حالات لتسيير والتخليص المخاطر الكبرى، هي اولا الوقايه، والوقايه هي 80% بالنسبه للقانون هذا، و20% متعلقه بالتدخل منذ في وجود الكارثه و إعادة الحياة بعد الكارثة. هذا هو كيفاش صمم هذا القانون. سيد شلغوم اسمح لي كي نرجع للوقاية. الوقاية هي المفروض تأسس في الميدان. نتكلموا عن الحرائق، الحرائق متعلقة بالغابات وبالأخضر بالمسافة الأخضر. في الجزائر كاين 4 ملايين هكتار نتاع غابات ونتاع مساحات خضراء. كما تعلمون الجزائر هي 238 هكتار، مليون هكتار. اذا 1% هو الاخضر. اذا مع الاسف هذا الاخضر هذا تابع لوزاره واحده، وزاره الفلاحه. والمديريه العامه للغابات. منذ قرابة 20 سنة وحنا نكرر مرارا وتكرارا ونقول لابد من تهيئة كل الجبال
وكل المناطق الغبية الغيب. وهذا كاين تقنيات معروفة وعلمية مدروسة. مدروسة بالنسبة للبنية التحتية نتاع الغابات هذه، اللي لابد هي تكون مهمة بالنسبة للمديرية العامة للغابات. ما لا المديرية العامة لتدخل المديرية العامة للبومبي حماية مدنية. الحماية المدنية اللي هي تتدخل في وجود الكارثة. مع الأسف بعد ربما نقدر نقول لك فوق 40 محاضرة اللي درناها في كل الميادين في كل المؤسسات الحكومية وانطرقنا لكل هذه الوسائل، مع الأسف هذه كل طيب. الوقاية بقت كحبر على شلغوم لو سمحت. هناك حديث عن ربما استراتيجية جديدة هذه السنة من خلال وضع ربما ميكانيزمات العمل الاستباقي ومخطط الإنذار المبكر عن طريق ربما خرائط المناطق يعني النشطة من ناحية الحرائق، المراقبة الجوية، استعمال أقمار صناعية، استخدام الطائرات في عمليات الإطفاء وغيره. أليس هذا كله كافي من أجل ربما أن الجزائريين يعيشون صيف آمن من ناحية الحرائق ومن ناحية الخسائر؟ شكرا والله يا سيدي، هذا سؤال مهم بالنسبة ليك. نعم. مع الأسف احنا كخبراء في كل المحاضرات اللي طرقنا لها نقولوا باللي لابد من نستبعدوا كثير من وقوع الكارثة. وقوع كي نستبعدوا بها هي بالوقاية. احنا كي تصرى الكارثة هي سكون نابل سي لا سيتوياسيون سي لا 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 سيتوياسيون روج حمراء اللي واحد ما يقدر يتحكم فيها. حتى الحماية المدنية مع الأسف يكونوا فيها موات ويكونوا فيها خسائر. إذا صرات لك حرائق في جبل شلية ولا في جبل جرجرة كما حضرنا وعشناها في 2021 في بلاد القبائل وفي 22 في الطارف وميلا، من المستحيل القبر الصراعي يقدر يقول لك هاي بدا الحريق في هذاك. مي كيفاش تحبس الحريق اذا ما كانش الوقايه في الميدان سور لو تيران لي سوفيرتور دو سيد شلغوم؟ كيف تتم عمليه الوقايه قبل نشوب الحرائق؟ هي هذه الوقايه هي منذ سنوات. تدير الوقايه يقول لك باش نقول لك ابره، يقول لك اون بريبار كيفاش يقول لك on prépare la guerre pendant la période de paix. تحضير للحرب اثناء الامن. نعم. احنا الحرب رانا نحاربوا في المخاطر الكبرى، فهمتني؟ نعم. اذا كيفاش تحاربها؟ تحاربها كي ما تكونش هذه المخاطر، تاخذ كل الوسائل موجوده في القانون هذا. نعم. يقولوا باللي لو فاتو دي بلي ترونشي بار فو وين نحبسوا بدون تدخل تاع الحمايه المدنيه يحبس النار. تكلمنا درنا ندوات في ما درناهاش في قهوه، درناها في المعهد الوطني للاستراتيجيه الشامله. نعم. اللي راه تابع لرئاسه الجمهوريه. درنا وكانوا كثير من الخبراء وتكلمنا قدمنا شجره يقولوا لها البولونيا، وهذه معروفه الشجره هذه موجوده في استراليا ومستفد لا نوفلزيلاند. هذه تقدر تتحمل حتى 400 درجه تاع السخانه، ستادير سي ان كوب فو. كما نزيد نقول لك حاجه اللي نعرفوها احنا الجزائريين، هو الهندي هذا لكن تشوف حتى مكافح للحرائق. نعم. هذا كيحبس الحرائق. نعم. قلنا هاو كيفاش هاي كيفاش التصميم هاي كيفاش لاميناجمون جو ديري لوربانيزم تاع عمران الجبال. فوالا كما البلدان المدن اذا يكون عمران تاع هذاك وين ما تكون حتى تكون حرائق ولا. نعم. الحماية المدنية تكفل بها. نعم. كما هو بدون خسائر. نعم. كما هو معمول في الصين عن طريق بناء أحواض في المناطق الجبلية، تكون الجبال على شكل درجات. نعم. موجودين في القانون دي بوان دو غير موجودين. أعطينا لهم حتى الحلول كيفاش يديروا هذا المياه هذو لي بوان دو هذو. نعم. على الأسف نقول لك أنا هذه الجهة هذه هذه اللي مسؤولة على هذا الكوارث هذه تاع الحرائق غير كافيه مع الاسف. نقول لك لربما مدايرين 5% مي هما مهمين بالنسبه للتسيير،
وتسيير ووقاية. طيب سيد شلغوم، لم لو سمحت يعني آخر سؤال، أكيد أنه رئيس الجمهورية في كل اجتماعات مجالس الوزراء والوزير الأول في اجتماع للحكومة أكد على ضرورة أن هناك عرض حول التقرير الوطني للأخطار الكبرى يعني لسنة 2023، وأخذ التجربة منها يعني كيف تم مواجهة هذه الأخطار الكبرى اللي سجلت خلال سنة 2023، ودعوا إلى ضرورة تجنيد كل الوسائل الضرورية بما فيها الطائرات القاذفة للمياه ومختلف الإجراءات لتحد من انتشار الحرائق. هل هذه المجالس تفتقر لربما بعض التوصيات لربما ترفعها أنتم كمهنيين؟ والله شوف، رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية هو كما تعلمون هو رئيس الأمن القومي للبلاد. نعم. حتى في أمريكا نفس الشيء، في وخاصة في تسير المخاطر الكبرى. نعم. إذن رئيس الجمهورية دار مثل المجهود نتاعه، جاب لي بومباردي دو، هذو اللي هو وزير الداخلية، طائرات قذيفة المياه. نعم. هذه وسائل تتقلص من انتشار الحرائق منذ الحريق. نعم. احنا رانا نقولوا يلزم نقلصوا من هذا المخطر هذا قبل وجوده، هذا هو المشكلة المطروحة. وقلنا باللي في الحالة اللي راهي موجودة الآن الجزائر، التنظيم الحكومي غير صالح الآن لتسيير المخاطر الكبرى. قلنا تكلمنا مرارا وتكرارا، قلنا باللي لابد من إنشاء مؤسسة أو مرصد وطني لتسيير المخاطر الكبرى، لتسير لي كريز الأزمات، يعني الأزمات اللي تشو الأزمات. وهذا هو الوجه اللي المفروض يكون متعلق مباشرة مع رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية ما يقدرش يسير الحرائق، ولا هذا هو اللي يكون لو ريسبونسابل اون فاس لو ريسبونسابل فيزافي تاع لي ريسك ماجور بالنسبه لكل الوزارات. لان الان شوف، وزاره الفلاحه حكم جهه، وزاره الداخليه حكم جهه، وزاره الطاقه متكلفه بالمخاطر. يعني يجب ان يكون هناك التنسيق بين مختلف القطاعات الوزاريه في مكافحه المخاطر الكبرى. شوف، يلزم تكون مؤسسه مسؤوله على سير المخاطر الكبرى في هذه البلاد، وتكون مسؤوله على النتائج، على المتابعه، ولا ترقية لا ميز اون اوف سي فو فولي دو لا بوليتيك دو بريفونسيون تاع الوقاية في كل بما يخص من كل العشر مخاطر الكبرى اللي تهدد البلاد والعباد. نعم. طيب سيد عبد الكريم شلغوم رئيس نادي المخاطر الكبرى، شكرا لك على كل ما قدمته خلال هذا النقاش، نرجو